الثلاثيه اتكونت سنه 2001 بواسطه 3 اعضاء، هم عمرو خيري وعمرو صلاح كيبوردز وسامي جورج بيس. اول تقديم للفرقه باسم افتكاسات، عمرو اللي اختاره، كنا كلنا مستغربينه جدا. افتكاسات ديت كلمه من معنى قديم جدا، هي عاميه جدا، عباره عن تفتكس حاجه، يعني تجيب حاجه، تجيب حاجه معموله وبعدين تفتكس فيها، يعني بمعنى ان هي تالف، تغيرها بطريقه كويسه وتعجب الناس. يعني دي كلمة افتكاسات، هي كوميدية شوية بس احنا اقتنعنا بيها كلنا. سامحني يا عمرو. عمرو خيري هو المستر، ومن اسمه واضح ان هو يعني البوس الروحاني، يعني زي ما بيقولوا. آلة البيس جيتار نفسها اللي انا بلعبها يمكن تكون مش آلة محبوبة قوي، او يمكن في ناس حتى بتسألني ايه ده، هو ده زي الجيتار الالكتريك جيتار او الجيتارات العادية اللي عارفينها الاسبانيش وعمر خورشيد وكده، بس في الحقيقة هو شبه اكتر الكونتر باس اللي هو الكبير قوي ده. فهي آلة إيقاعية منغمة بتلعب هارموني وإيقاعات في نفس الوقت، ألوان موسيقية من بلاد كتير من الشرق، زي من تركيا، من إيران، من الهند، من بلاد عربية كمان زي المغرب، الجزائر، يعني من الشرق عموما يعني. فعشان كده احنا بنلعب موسيقى شرقية.
اكتر مزيكا جديده بلعبها بتبقى مع فرقه افتكاسات. بتبقى الفرقه يعني او المزيكا بحد ذاتها زي حاجه زي تحدي، لان لاينات الناي صعبه جدا ومحتاجه تركيز قوي، محتاج سمع كتير وبروفات كتيره. يعني الميلودي اللي بتلعب هو دايما الناي هو القصه، بيتلعب وراه حاجات غربيه بحيث ان هي ما تاثرش عليه وفي نفس الوقت يطلع الموضوع متكامل. موسيقى شرقي وتحتيها هارموني وايقاع غربي في اغلبيه الوقت، في حته بيبقى فيها ايقاعات شرقيه برضو او العكس بيتعكس، يبقى الصوت الميلودي هو الغربي والايقاعات هي اللي شرقيه. انا اللي كاتب مؤلفات اللي هي بتاعت الفرقه، لكن في محاولات من اعضاء تانيين لكتابه، يعني عمرو خيري في برضو حاجات هو عاملها بس لسه ما اتحضرتش انها تتلعب قدام الناس يعني.